مرحبا بكم في فيديو تعليمي جديد من اكسنس. سنوضح لك في هذا الفيديو كيف تصبح مستثمرا في اكسنس سوشيال تريدينج. حمل تطبيق اكسنس سوشيال تريدينج المتاح لنظامي تشغيل iOS واندرويد للبدء. واذا كان لديك حساب اكسنس بالفعل فما عليك سوى النقر هنا لادخال عنوان بريدك الالكتروني المسجل وكلمه مرور المساحه الشخصيه لتسجيل الدخول. لإنشاء حساب جديد اختر بلدك ثم انقر على متابعة. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ثم انقر هنا. والآن اضبط كلمة المرور ثم انقر هنا. وبعد ذلك يمكنك ضبط رمز المرور وبذلك يكون حسابك قد أنشئ بنجاح. سيطلب منك قبل أن تبدأ التداول إثبات صحة بيانات ملفك الشخصي كاملة من خلال مستندي إثبات الهوية وإثبات محل الإقامة والملف الشخصي الاقتصادي الكامل. لإثبات صحة بيانات ملفك الشخصي انتقل إلى علامة تبويب الملف الشخصي لديك واضغط على بريدك الإلكتروني. وبعد ذلك اضغط على التحقق لإكمال عملية التحقق المكونة من 5 خطوات. يرجى إدخال رموز التأكيد المرسلة إلى بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك. أكمل ملفك الشخصي الاقتصادي وحمل المستندات المطلوبة مثل مستندي إثبات الهوية وإثبات محل الإقامة. بعد إتمام عملية إثبات صحة البيانات ستتمكن من إجراء معاملة الإيداع والبدء في نسخ استراتيجيات التداول من مزودي الاستراتيجيات. لإجراء إيداع حدد إجراء إيداع واختر طريقة الدفع المفضلة لديك، وستكون باتباع هذه الخطوات مستعدا لتصبح مستثمرا في اكسنس سوشيال تريدينج. شكرا لاختيارك اكسنس.